السلام عليكم، أمزل عبد الله، مدرب جمعية سلمات سليمان. أنا كمدرب ديال الأبطال ديالي كحسن الساط وقنديل محمد وياسين بوكرين، يعني عندي أبطال وكنتيق فيهم، يعني ماشي عندي بحال الساط حسن كنتيق فيه لأن بطل يعني بمعنى الكلمة، يعني كيشرب المهنة ديال طاي ويشرب الكيك والطاي، يعني كيعرف كيخدم، ماشي يعني انا كنجي ونقول بطل، والبطل ديما كيكون يبقى بطل، يعني البطل اللي كتشوفو غير من الوقفه ديالو ومن لاكارد اللي كيهز هذا هو، وانا كنثق في الابطال ديالي. واخا انا طيق في الابطال ديالي، ماشي ما طيقش فيهم، غنطيق فيهم لان الا كانت اللعبه يعني قانونية أنا نثق في البطل ديالي، إلا كانت لعبة تلعب قانونيا ماشي لعبة ديال الزنقة أنا نثق في الأبطال ديالي، لأن بكل ثقة لأن ثق فيهم بزاف ماشي غير قليل ولا 100%. واخا هشام الملولي اللي خرج مؤخرا بزاف مواقع التواصل الاجتماعي بحكم أن أنت يعني أستاذ، شنو غنقول لك؟ انا ما كنعرفش هذا هشام الملولي اولا، يعني شتوغ في البوز داير البوز ديالو، ولكن لان الانسان اللي غادي يكون بطل، البطل راه ما عمر كيوري راسو، راه كيكون بالتقنيات وبزاف د الحوايج، انا ماشي كنستهن به، ولكن خصو يمشي يصلح راسو شويه في الوقفه، يعرف كيضرب الديريكت، يعرف كيضرب راوند كيك، يعرف يعني ماشي غير نوض تقول لي بان انا غادي نتحدى شي بطل وانت ما كتضربش حتى لي ديريكت مزيان، لان راه اللعبه خصو يعرف الطاي ولا الكيك ولا راه عنده التقنيه ديالو، يعني ماشي غير تنوض تلعب لعب عشوائي كما بينوا مع السيد اللي لعب معاه كيلعب في الخلا، جري عليا نجري عليه، اذا هذيك زنقاوي راه ماشي ما فهمتش انا بان المباراه تمدت اهانه، انا اللي سمو لذاك البطل اللي جا لانه هو اصلا ما خصوش يلعب معاه، الا كان هو بطل ما خصوش يلعب معاه، الا كان غير يلعب معاه يلعب قانونيا، يعني يكون رينج يكون اسمه وتكون التحدي بمواصفات وطنيه او دوليه، او ماشي غادي تجي تقول لي اجي نتلاقى في الزنقه راه ماشي ما كنعطيش هذاك بانه يكون بطل ولا اول ما كيعرف شنو هو بعد الطاي، خصو يعرف شنو هو الطاي، يعرف شنو هو الكيك، يعرف بزاف ديال الحوايج ما هو ما عارفهمش، انا غير شفتو من لاكارد ديالو ما يعني ما غاديش نعيب عليه، ولكن نقول لي سير صلح راسك الا باغي تريني خذ اللعبه وعرفها كيفاش عاد بعد قلب على التحدي. هذا هو اللي بغينا نعرفوا العالم ديال الرياضه حاليا كيفاش دايره، هو حاليا في هاد كورونا ما نقدرش نقول لك لان دابا الاغلبيه ديال الرياضه راه مهرسه 100%، ما كاينش شي رياضه اللي غادي تقول دابا لان كلشي مهرس كلشي واقف، ما كاينش البطولات ما كاينش بزاف، هذا هو اللي خلى الابطال شويه ما بقاوش كيطريدوا وما بقاوش يعني عادوا حابسين، هذا هو المشكل اللي عندنا دابا. انا كنقول الابطال اللي في المغرب كاملين يعني ما خصهمش ينزلوا يديهم يكونوا في هاد كورونا يقول لك انا ما لا خصو يتريني على الاقل، واخا يتريني في الخلا واخا ما يخليش الياس، خصو يتريني الا بغى يوصل خصو يتريني ويوجد، وكما كيقول واحد المثل اللي بغى العسل كيصبر القرص النحل، يعني هذه الازمه ديال كورونا ان شاء الله غدوز وغادي نعاودوا من جديد ان شاء الله وغادي يطلعوا الابطال انا ما خصناش نستاهلوا. الكلمه الاخيره هي كنشكروا هذه القناه هذه اللي جات عندنا ومرحبا بها، وكنشكر جميع المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.